مين كان بيقول لحضرتك لم انت اللي على الارض وانا هلم اللي على العالي؟ افتكر كده. كابتن عمرو حديدي. طب اقول الو بقى. الو الو عمور. ايه يا كابتن ميشو، حدو شوف حدو. هي اول ما قالت لي لم انت اللي على الارض ولم انا اللي على العالي، قلت لها عمرو الحديدي. منورنا كابتن عمرو الحديدي في برنامج السادسه، دايما منورني يا كابتن. ربنا يخليك يا ساره، الله ربنا يكرمك، معاكي احسن مساك في مصر. حبيبي يا عمرو، حبيبي، انتوا الاثنين يعني معروفين بالتالق مع النادي الاهلي والبطولات يا كابتن عمرو، ويمكن دايما لما كنت عندي في الاستوديو كنت احب اسالك كده وازنقك في الاسئله. قول لي بقى كده على موقف مع كابتن مشير حنفي كده، فاكره له اكتر المواقف اللي بينكم. لا، كان مره مستر هارس واحنا موجودين في 92 93 كان بيتكلم معانا، ومشير كان بيشتكي للكابتن طارق سليم، فدخلنا واحد واحد، مشير الاول وبعدين انا وبعدين ابو الذهب. بعد كده حصل ان الراجل مش عاجبه طريقه لعبنا، بعدها باسبوعين بالظبط احنا اللي لعبنا. قلت له بص بقى، هو غناه اللي قال لي بص اللي بيحصل ده لازم نثبت للناس كلها احنا هنعمل ايه. هم كانوا 6 ماتشات، ترسانه وشبين والاسماعيلي والمصري والاتحاد. فعلا يعني هو مشير حنفي عشان ابن النادي الاهلي، احنا بعد كده جينا هو كان عارف ايه اللي بيسعد جماهير النادي الاهلي وكان يقول لنا عليه، اذا كان انا ولا ابو الدهب ولا كمونه ولا جمال. طبعا كان معنا الكابتن علاء عبد الصادق. مش والله يا ساره عشان هو موجود او انا بكلمه، فعلا من احسن مساكين، بل احسن مساك في تاريخ النادي الاهلي واحسن مساك في مصر مشير حنفي. دي مش مجامله ليه يعني، في حاجات كتير قوي 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 هو حقه ياخده بعد وهو بيلعب وبعد ما بطل. مشير اخ وزميل وصاحب وكل حاجه حلوه، كان بنرتبط ببعض ان احنا من حته شعبيه في شبرا مع بعض، كان الحاجه اللي ناقصه يقولها لي بيني وبينه. مفيش اسلوب ان انا بغلط يشوح او يشاور لي او يغلطني، بالعكس يعني يقول لي بعد ما نخلص واحنا في اوضه اللبس نقول دي غلط ودي صح. كان هو دي ميزه فيه طبعا، خلق، اداء، التزام، رجوله، كل حاجه فيه كانت كويسه. يمكن كمان يا كابتن عمرو كنا بنتكلم انا وكابتن مشير على فكره الانتماء، وكان بيتكلم بنفس الباور اللي حضرتك كنت معايا كنت بتتكلم بيها، وبيقول لي النادي الاهلي ده ابويا، وفكرني فعلا بكلام حضرتك لما كنت وانت بتتكلم عن النادي الاهلي متاثر جدا، وانه قد ايه لازم كل لاعب يعرف قيمه تيشرت النادي الاهلي. بصي يا ساره، في نقطه مهمه جدا، الكيان اللي احنا بننتمي ليه اللي هو النادي الاهلي ده امل لاي حد. اللي موجودين واللي بطلوا، احنا لغايه دلوقتي لعيبه في النادي الاهلي الناس فاكرانا، والناس لسه فاكره احنا بنعمل ايه وفاكره احنا عملنا ايه. فعلا النادي الاهلي كيان، جزء كبير من كيان اسمه مصر، اسمه جمهوريه مصر العربيه. النادي الاهلي ده كيان كبير، ان احنا بنتكلم من جوانا بحرقه وغيره، ده من حبنا للنادي الاهلي. واحنا مبطلين واحنا كنا بنلعب كنا كده، واحنا مبطلين بنقول نفس الكلام، ولو لينا اولادنا في النادي بنقول لهم يعملوا اللي احنا ما عرفناش نعمله، وبنقول لاخواتنا اللي موجودين في الملعب والزملاء اتعبوا نفسكم عشان انتوا الوحيد اللي في مصر بتستعيدوا الشعب المصري. استعيدوا الشعب المصري اللي عدده 105 مليون، هقول احنا 110 مليون اهلاوي. سيدوا الناس دي، انت لعيب اعمل اللي عليك، مجلس اداره عليه وفر لك المناخ، مدرب كويس ايا كان مين هو اللي متواجد، انت اللي بتعمل اسماء المدربين اللي موجوده في مصر، أكيد. انت اللي بتكبر الناس، وانت اللي بتسعد الناس، وانت اللي بتحط اسم مصر في حته معينه محدش بيعرف يوصل لها غير النادي الاهلي بس. حبيبي حد بعد اذنك بس انا اقول لحضرتك على كلمه وعمرو هيعلق عليها. انا مع عمرو بنلعب مع بعض وبنقعد مع بعض. فكنت اقعد معاه يا عمرو احنا الاثنين قاعدين احتياطي فما ينفعش. لازم نعمل واحد اثنين ثلاثة. يسمع كلامي نعمل واحد اثنين ثلاثة نلعب احنا الاثنين مع بعض. استمرينا فترة طويلة مع بعض على هذا الايه المنوال. عمرو من اللعيبة اللي هي مجتهدة جدا جدا جدا. يعني مش هقدر اقول لك على الاصرار اللي في الملعب والعزيمة، وكان عايز يلعب بأي طريقة. بس احنا برضو كان حظنا ان احنا
مش هنقول بقى وحش، لا بالعكس، كنا حظنا كنا حوالي 5 6 مدافعين مميزين جدا. يعني كابتن علاء عبد الصادق كان بيلعب، جه كابتن ربيع فتره لعب، بعد كده كمونه، بعد كده يوسف، بعد كده انا، بعد كده عمرو الحديده، بعد كده جمال السيد. كانت في منافسه شرسه جدا بيننا وبين بعضينا. كنا اما نيجي عمرو يلعب يبقى انا معاه، مشير يلعب عمرو معاه، فاحنا الاثنين كنا بنقعد مع بعض، وكنت بتكلم معاه لان انا اقدم منه بكتير في النادي الاهلي، وهو كان جاي، فقلت له عمرو عشان عايزين نلعب نعمل 1 2 3. فعلا عمرو كان ملتزم جدا معايا، وعمرو بتربطني بيه بقى صله ان احنا شبراويه مع بعض، وكنا بنروح مع بعض. فلا عمرو انسان جميل جدا، وانسان ربنا يديم المحبه يا كابتن. الحقيقه اسعدته فعلا جماهير النادي الاهلي لفتره طويله. بشكرك جدا كابتن عمرو الحديدي، فعلا نورتنا في برنامج السادسه، ولسه مكملين كلام يمكن مع كابتن مشير حنفي بس بعد الفاصل.